وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. أستاذ أكرم بعد التحية، يعني في البداية دعني أسألك عن لماذا مصر؟ يعني يحضرني هنا قول الإمام الشافعي: ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. يعني أزمة في بلد عربي أفريقي تبحث على أرض بلد عربي أفريقي بحضور دول الجوار العرب والأفارقة، برغم بصرف النظر عن المبادرات الإقليمية التي تمت في هذا السياق من قبل، سواء إيجاد أو قمة جدة. لماذا مصر أستاذ أكرم؟ مصر منذ اللحظة الأولى الحقيقة لاندلاع الصراع في السودان، وهي تدخلت بشكل واضح، لأن مصر أولا معنية بدوائرها العربية والأفريقية في السودان بلد عربي أفريقي، ثم أنها دولة لها علاقة خاصة جدا، وأنها القومي واستقرارها يرتبط بالأمن القومي المصري والاستقرار المصري. وبالتالي فالمبادرة المصرية أولا يعني يمكن مصر سياستها الخارجية على مدى السنوات الماضية تقوم على السعي لتقديم المبادرات لوقف أي نوع من الصراع وعدم انتظار أي تدخلات خارجية. ومصر منذ اللحظة الأولى بتعتبر لا يجري في السودان شأن داخلي، وإن دور الدول الشقيقة والدول العربية وغيره إن هي تقدم المبادرات لأن يجلس الأطراف نعم، أن يتم وقف القتال، عدم اتساع هذا الصراع إلى حرب أهلية واسعة، حفاظا على الأرواح وعلى الاقتصاد السوداني، ودعم المسار السياسي اللي كان موجود بين الأطراف المختلفة، الأطراف السودانية، لمسار سياسي يضمن بناء دولة ديمقراطية حديثة كما يريد السودانيون. ومصر علاقتها بالسودان علاقة قوية، وهي الأكثر إدراكا للملف السوداني بشكل كبير، وبتحرص على وحدة السودان قوى دولته الوطنية طوال الوقت. هناك مبادرات صلات الرئيس مع الأطراف الإسلامية والدولية مع الإيجاد اللي في القمة العربية، احنا عارفين وكان في السودان كانت مطروحة في مجلس الأمن الأفريقي، الرئيس برضه تحدث بشكل واضح بأهمية حفظ الدولة الوطنية السودانية والمؤسسات السودانية والانخراط في مسار سياسي. أعتقد أنه حتى كافة أطراف دول الجوار معنية بهذا الأمر، ومصر طبيعي أنها تكون قادرة على جمع الأشقاء في أفريقيا دول جوار السودان الذين يتأثرون، ده ظاهر في الكلمات جميعا، والسعي نحو وقف هذا الصراع ودعم أي مسارات سياسية. أظن أن هناك أمل كبير في أن تستجيب الأطراف السودانية لهذه المبادرات المختلفة وتنخرط في سياق سياسي يمكن أن ينتج عنه مسار يقف هذا الصراع ويحفظ أمن واستقرار الأشقاء في السودان. وطبعا مصر لم يعني الرئيس أشار أيضا إلى أهمية فتح الباب للمساعدات الإنسانية، مساعدات الغذاء والدواء وغيره، ومعالجة أي نقص من هذا النوع. طبيعي أن هذا الصراع يؤدي إلى ده، فطبيعي أنه مصر يكون دورها بهذا الاتساع وبهذه القوة. نعم، في الجلسة الافتتاحية أستاذ أكرم، يعني كل دولة قدمت مقترحاتها لحل هذه الأزمة للخروج في نهاية هذه القمة بمخرجات تطرح على الأطراف، أطراف الأزمة في السودان. إذا تحدثنا عن المقترحات الخاصة بالجانب الإنساني أو الاقتصادي، المساعدات وتأثير اللاجئين أو تدفق اللاجئين على الدول الجوار التي أيضا في طريقها للتنمية، كيف يمكن الحل في وجود هذه المعضلة؟ طبيعي انه لازم الاقتتال يقف، وان يكون فيه وقف دائم لاطلاق النار وفتح الباب للمساعدات الانسانيه. ومصر رئيس اعلن ان مصر تساهم مكان المساعدات الانسانيه للسودان عبر اراضيها، ومصر استقبلت عشرات الالاف، مئات الالاف من اللاجئين في حوالي 3 مليون لاجئ في دول الجوار المختلفه. دول الجوار استقبلت اعداد منهم، وفي في خارجها دول اخرى. مصر كانت الاسبق في هذا، حتى لم تساعد فقط السودانيين او البعثه المصريه، لكن ساعدت حتى الدول المختلفه باعتبار ان هي الدائره في شمال السودان، وكان منطقه اسوان، واظن انه مصر كانت وما تزال تفتح حدودها في استقبال وارسال المساعدات الانسانيه واستقبال اي مرضى او مصابين او لاجئين او غيره. اعتقد انه هذا السياق مهم جدا، بالاضافه الى انه طبيعي انه اي صراع مصر حريص على انه يوقف هذا الصراع، من شانه
ان يتيح الفرصه لبطاقه سياسي من جهه والى الاقتصاد اللي بالتاكيد تاثر تاثرا كبيرا وتاثرت الدول المجاوره بشكل كبير سواء بالازمات الاقتصاديه او باللاجئين، وبالتالي فهناك امل في ان تنجح قمه جوار السودان في لم شمل السودانيين ودفعهم لهذا الامر. ومصر اظن انها الاقرب لهذا الامر لانها تتعامل باعتبار انه اذا كان هذا الخلاف خلاف داخلي فانها تتيح كافه الفرص وتتيح كافه الاجواء لجلوس الافراد السودانيه الاشقاء في السودان للتوصل الى حلول تتيح للسودان عاجلا او عاجلا. سوف تجلس الاطراف دائما مصر ورئيس الفتح يقول ان مسارات هي افضل من الدخول في القتال او صراعات قد تنفتح او تؤثر على نعم. الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.